المستمع يقول: ما الحكم لو رأيت شخصا يرتكب معصية ولم أنصح بحجة أنه يعلم الحكم؟ يرتكب الإنسان معصية وهو يعلم، لكن هذا من جهل الإنسان، فإن الجهل الذي يسيطر على قلبه وقت ممارسة المعصية فينسيه عقاب الله وينسيه وعيد الله. قال الله تعالى: وإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فوصلوا بالجهالة وإن كانوا عالمين بها، لكن وقت ممارسة المعصية ووقوع فيها يطرو على قلبه جهل ينسيه عظمة الله وكمال علم الله واطلاع الله عليه، وأن الله يراه ويعلم سره وعلانيته، فتغاب عن تلك الأحوال. فلا بد من نصيحته وتحذيره من غضب الله لتؤدي الواجب الذي عليك بدعوته إلى الله. ومن رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فاستغفر قلبه، وذلك أضعف الإيمان.